بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس رجب طيب أردوغان يخوض حربا ضروس للحفاظ على الإسلام والقيم الإسلامية. أكبر أحزاب المعارضة ينشئ لجنة لشؤون الشاذين جنسيا. نتابع مع حضراتكم هذا الموضوع لنعرف قيمة الرئيس رجب طيب أردوغان، ومن يفكر في الوصول للسلطة، وماذا يريد أن يفعل في حال إبعاد أردوغان لا قدر الله. لمعرفة التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية. أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض الجمعة إنشاء أول لجنة قانونية داخل الحزب لتبني الشاذين جنسيا تحت مسمى المساواة الجنسية الاجتماعية، وذلك تنفيذا لوعد أطلقه زعيم الحزب المعارض كمال كليشدار أغلو في وقت سابق. وقالت اللجنة في بيان إنه تم عقد اجتماعنا الأول وتبادلنا الأفكار لتنظيم الأعمال التي سنقوم بها. سنقف جنبا إلى جنب للنضال من أجل حقوقنا وحياتنا. وفي وقت سابق وعد كليشدار أغلو بوضع لائحة قانونية من أجل دعم الشاذين جنسيا، ما دفع بعض البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري لاتخاذ خطوات داعمة للشاذين جنسيا تحت اسم التنوع الاجتماعي. الجدير ذكره أنه في 20 مارس آذار 2021 أعلنت تركيا انسحابها من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما، اتفاقية اسطنبول. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اتفاقية اسطنبول لم تجلب الاحترام للمرأة لا في تركيا ولا في العالم. أوضحت الرئاسة التركية في بيان أعقب الانسحاب أن الاتفاقية كانت تهدف في البداية إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية. متابعينا الأعزاء، أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.